الهاتف. اهلا بيك يا سياده اللواء، وحشني حبيبي كابتن مهيب، اخبارك عامل ايه؟ وحشنا والله. تحياتي وتحيات كابتن حسام حسن طبعا نجم الكره المصريه. ما انا على فكره بس لما كلمني الاستاذ وليد قلت له انا في الشرقيه ومش عارف اعمل مداخله، فقال لي ده الكابتن حسام موجود. قلت لا، طالما الكابتن حسام موجود حبيبي، لان اللي قاعد قدامك ده اسمه مهيب، يعني ظاهره مش هتتكرر تاني. طبعا ربنا يخليك حسام ده، ربنا انا مش بجاملك والله، يعني انا زعلان منك. انا كلمتك كنا حابين انك انت تكون نجم الاحتفاليه بتاعه الرابطه، كلمت الكابتن ابراهيم عشان يبلغك. لا والله والله كنت يعني كنت في عمره بصراحه، يعني بالتحديد. يا باشا ربنا يخليك. ايوه صح، كانوا في عمره كنت فعلا. كنت في عمره والله. ايوه ده كان يشرفني طبعا. وكفايه زي العمرات بتاعتك يا سيادة، وبشكر حضرتك طبعا على يعني كلامك، وده يشرفني ان انا اكون يعني عنصر من عناصر الكره المصريه، ان انا سأكون متواجد يعني في حاجه تشرفني يعني. والله كابتن حسام باذن الله، باذن الله ان شاء الله، يعني في المرحله اللي جايه ما ينفعش كابتن حسام غير يكون مدير فني منتخب مصر باذن الله. يعني ان شاء الله ربنا يوفقك. انا سامع كنت بتتكلم عن وصول كاس العالم. ايه الجمال ده وايه الجراءه دي؟ لا دي مش جراءه، ده انت عارف ان انا طول عمري لا هو يعني من الناس اللي بحترمها وناس عندها خبرات طبعا، واشكرك جدا. طيب. وربنا يوفق منتخب مصر ان شاء الله معايا ان شاء الله باذن الله. طيب عايزين بقى قول الفصل، هل الزمالك هيشارك في السوبر ولا لا؟ والله كابتن مهيب يعني برضو الموضوع ده مش يعني ما فيش قرار فيه او ما حدش وجه فيه بحاجه، لانك انت موضوع الزمالك الزمالك ما لعبش السوبر، النهائي السوبر الموسم اللي فات، هل ده انسحاب؟ يعني الموضوع برضو مش ما حدش بيتكلم فيه، واخد بالك؟ طبعا وجود الزمالك حاجه كويسه في ماتش السوبر، وخاصه ان السوبر هيختلف عن السنه اللي فاتت في اربع انديه، لكن ما تقدرش تقول حد حدد ولا حاجه الى اللحظه اللي بكلمك فيها يعني. والايام اللي جايه هتفصل بقى، انت عارف. ايوه يعني انت شايف ان هيشارك ولا مش هيشارك؟ يعني الكلام ده موجود من بدري ومتردد، والزمالك تقريبا ابتدى يخاطب كل الجهات رسميا. هل الزمالك في فرصه للمشاركه في السوبر؟ وارد طبعا، وارد ان مع تغيير الاداره في الزمالك وان يكون برضو كله حابب ان يكون في جديد في 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 المعامله مع الزمالك، وارد. لكن يعني انا بقول لحضرتك لا معلش معلش عيدها لي تاني. انت قلت كلمه يعني ما ينفعش ان انا اعديها، قلت وارد بعد تغيير الاداره، مش فاهمها. ايوه ممكن الاداره الجديده تقول لك احنا ما يعني احنا بنبدا صفحه جديده واحنا مش عاوزين نلتزم باللي حصل قبل كده. ما انا بقول لك وارد ده يكون مبرر لاعاده النظر في اشتراك نادي الزمالك. طب اللوائح اللي بتربط الكلام دوت اخبارها ايه؟ بص يا كابتن مهيب، كان المفترض ان عقب اعتذار الزمالك او انسحاب الزمالك يكون في قرار يطلع يقول الزمالك يتحرم من المسابقه اللي جايه. طب الكلام ده ما حصلش. هتيجي تتكلم بقى في المستقبل وتقول طب انا من سنه حصل، يعني انا بكلمك بمنتهى الصراحه يعني. ايوه احنا مش عايزين غير الصراحه. فانت اديت انت وربت الباب، فاديت فرصه ان ممكن اداره الزمالك الجديده تقول لك انا ما تتأنيش عن ما حصل. أنا عاوز أشارك باعتباري المفروض إن أنا بطل حاجة في المسابقة أو ليا حق إن أنا أشارك في السوبر، والموسم اللي حصل قبل كده ما كانش قراري. قول لحضرتك وارد، وده مبرر ليهم. أنا كابتن ثروت، أنا بصراحة يعني نادي الزمالك لو في وجوده في البطولة هيدي أكيد يعني قيمة كبيرة جدا مع وجود النادي الأهلي والبيراميدز، وبطولة كمان معمولة بشكل يعني بشكل جديد ومختلف. على الاقل التسويق والجماهير هتبقى، الموضوع هيبقى مع الجماهير اللي موجوده مع النادي الاهلي هناك، هتبقى بطوله قويه جدا. والنادي الزمالك فعلا يستحق ان يكون حتى حافز ليه لاتحاد الكره يسانده بالظبط المرحله دي، ان هو ان شاء الله وان جمهور الزمالك يبقى ليه متواجد بشكل كبير في السوبر، اول مره يتعمل بالشكل ده يعني. انا بعتبر كلامك كده يعني ان هي بشرى لجماهير نادي الزمالك ان الزمالك هيشارك في السوبر القادم. بشرة ايه بس انت هتدخلني في قصه ويجي يقول لك جمهور الزمالك؟ هو بيقول رايه يا مهيب. كلامه حلو، كلامك حلو مبشر. يا كابتن مهيب، انا يعني ميولي اهلاويه،
هتيجي تقول كده يجي يقول لك يخبطوا فيا يقول لك ده هو عاوز الزمالك يشارك. انا بقول لك كان المفترض يا كابتن مهيب وكابتن حسام لما الزمالك ما لعبش السوبر اللي فات كان يطلع قرار ان خلاص كده الزمالك محروم من الموسم الجاي، تمام كده؟ ما طلعش القرار ده، القرار ده ما طلعش. خلاص يبقى من الزمالك، الزمالك من حقه ان هو يشارك يا سياده اللو. لا فبقول لحضرتك في مبرر، يبقى في مخرج يعني وفي مبرر يعني. ايوه بس كده في مخرج ان لو هم عاوزين يشاركوا الزمالك في البطوله هيقول لك لا خلاص اداره جديده ونبدا صفحه جديده. ايوه لكن زي ما كابتن حسام بيقول فعلا مشاركه الزمالك قوه في دوره سوبر قوه، يعني هتدي قوه للبطوله. طبعا بس طبعا طبعا طبعا. طيب بالنسبه لحاله ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز لجنه